بناتي شلونكم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. اليوم الفيديو راح اسوي به ثيم يونيكورن. طبعا هذا الثيم كلش سهل وكلش حلو وكلش مشهور، وراح اسويه لغرفه اخواتي. طبعا هو يستخدموه باعياد الميلاد ويستخدموه بغرف النوم، فاني راح اسويه لغرفه اخواتي. وهو طبعا ابد مو مكلف، يعني مو مثل اذا تشتري جاهز. تابعوا الفيديو وياي. اول شيء راح احتاج الى ورق ملون A4، هذا يجي بند كامل اشتريته من المتنبي، وموجود بالمكتبات وموجود بالمتنبي. والاحسن من هذا الورق هو ورق الكانسون او الفوم اللي ما بيه لزق، كماتين يعني احسن من هذا الورق، بس هذا الورق يعني رخيص، سعره مو غالي. البند كله ب5000 فاشتريته، ذاك الكانسون والفوم شويه اغلى من عنده. وراح نحتاج الى هاي القوالب. طبعا هاي القوالب سحبتها من الانترنت، وانتو تقدرون تشتغلوها بالبيت، يعني تقدرون انتو تصنعوها بالبيت، ترسمون القوالب ويعني تحتفظون بها تسوون عليها ورد. طبعا بها عدة اشكال، راح احاول انزل الرابط مع الموقع اللي اخذت من عنده هذه القوالب، جوز يفيدكم ما اعرف. يعني بعدة اشكال، انا عجبني هذا الشكل وراح اشتغل على هذا الشكل، لانه دائما يعني تنجح عندي الوردة بس بهذا الشكل. وراح احتاج الى هذه الدوائر، انا قطعتها يعني كرتون على شكل دوائر انا قطعتها، ومقص وسيليكون. وراح احتاج الى ورق ابرو هماتين. طبعا راح اشتغل على هذا القالب، لانه هذا القالب كلش سهل ودائما ينجح عندي، فراح اشتغل عليه، بس ما راح اخذ كل البتلات، لانه اذا استخدم كل البتلات راح تصير الوردة كلش كبيرة، واني ما اريدها كبيرة، يعني اريدها متوسطة الحجم. وراح اشتغل على هذا القالب هماتين، راح اخذ من عنده 3 بتلات فقط. واول خطوة تخلون القالب على الورق بهالطريقة، وبعدين ترسمون داير مدار القالب وتقصوه بالمقص. طبعا كل بتلة من هاي البتلات راح نسويها 6 اوراق، يعني هذن الاوراق الورديات 6، فراح نقص كل بتلة راح نسويها 6 6، وباللون اللي انتو تحبوه، بس هو اليونيكورن دائما يكون وردي وبنفسجي وسمائي، بس ما عندي لون بنفسجي فراح استخدم يعني غير الوان. ثاني خطوة هو راح نبرمه بهالطريقة، يعني من الحافة بعد ما قصينا القالب راح نبرم البتلات بهالطريقة حتى يصير عندنا الوردة طبيعية، يصير عندنا هاي وهذا ثاني هماتين راح ابرمه بهالطريقة. وهذين دول اخر شيء الصغار هماتين راح ابرمهم بنفس الطريقة. بعد ما برمته راح اقصه بالمقص تقريبا 3 سنتيمات، يعني مو اكثر من 3 سنتيمات، يعني 3 سنتيم كلش كافي. اقصه بهالطريقة وبعد ما قصيته راح ابدي الزقه هيجي. بناتي اذا تردون الوردة واقفة او يعني البتلات واقفة مات الوردة، يعني تسدوها للنهاية او تلزقوها للنهاية، واذا تردوها يعني مفتحة الوردة مو مغمضة شوية تلزقوه بهالطريقة، يعني شوية تطوون الورقة وتلزقوها. والافضل انه الاوراق الخارجية تكون الطوية مالتها صغيرة، والاوراق الداخلية او الاوراق كلش اصغر ورقة يعني تكون الطوية مالتها كبيرة. فهسه انا هاي الاوراق الخارجية طويتها شوية بنات، يعني مو هواية، حتى يعني تطلع الوردة احلى تاخذ راحتها. هاي البتلة المتوسطة راح اطويها بعد اكثر. في اخر بتلة راح اطويها للنهاية حتى تكون مغمضة، يعني الاوراق اللي الداخل يعني الصغيرة تكون مغمضة والاوراق الخارجية تكون متفتحة اكثر.
راح اخذ الكرتونة الدائرية وراح الزق عليها البتلات الخارجية. اول شي راح اخذ سيليكون شوية والزق بتلة بتلة. انتبهوا انه تكون البتلات عدلة، يعني مو عوجة وما اعرف شلونها لانه ما تطلع الوردة عدلة. اول شي الزق بتلة مقابل بتلة على مود يعني تطلع الوردة يعني متناسقة، وبعدين الزق البقية من هنا اثنين ومن هاي الجهة اثنين لانه هن ست بتلات. وبهالطريقة ومن الجهة اللوخ هماتين نفس الشي، يعني راح الزق ذني البتلتين. وهسه راح الزق البتلات الوسطانية. طبعا من تلزقون البتلات الوسطانية هماتين بالبداية وحدة مقابل وحدة، واهم شي انه تنتبهون انه تكون متناسقة ما عليكم بالنص، يعني بالنص لو قد ما تكون مالكم علاقة بيها، اهم شي انه من فوق تكون متناسقة، يعني انتبهوا عليها انه البتلة تكون يعني متناسقة بحيث تبين وردة طبيعية. وهسه راح الزق اخر شيء اللي هي البتلات الصغيرة الداخلية. بناتي شي صار شكل الوردة. طبعا هسه راح اخذ ورقة A4 هو من نفس الورق، وراح اطويها بالنص وراح اقطعها بهالشكل او اقصها بهالشكل. وبعد ما قصيتها مثل ما تشوفون راح ابدي ابرمها حتى اخليها بالوسط مال الوردة. واخر شي راح الزقها بالسيليكون من الطرف مالتها، بس انتبهوا انه ما تنشون بالسيليكون لانه السيليكون حار. اضبطها هيجي وراح الزقها بالنص. راح اجيب سيليكون اخلي سيليكون بيها وراح الزقها بالنص شوية شوية على كيفكم وانتو تلزقوها. بنات هسه كملت عندي الوردة، بس اذا حسيتوا انه واحدة من الورقات الخارجية مو مضبوطة فخلولها شوية سيليكون ورتبوها، يعني اذا شفتوا واحدة من الورقات ما مرتبة عادي ضيفوا لها شوية سيليكون والزقوها. هذا الشكل النهائي للوردة. طبعا سويت منها بعد لونين اضافيات، وهسه تعالوا خلينا نكمل باقي اليونيكورن. اول شي راح اسوي الاذن مالته. راح اخذ ورقة A4 وراح اطويها بهالشكل وراح ارسم الاذن. طبعا هاي راح اسويها قالب حتى اقص عليها يعني الاذن، وهسه راح اقصها. طبعا
طبعا دا احسها كلش صارت عريضة، فراح شوية اسويها بعد اضعف. راح اخذ ورقتين A4 لونهم اصفر، طبعا لو لونهم وردي احلى، بس المشكلة انه الورق الوردي خلاص عندي، فراح اسويهم صفرات وراح ارسم على القالب بهالطريقة، وبعدين راح اقصه بالمقص. وهاي الاذن مال اليونيكورن صارت عندي جاهزة. وطبعا بناتي راح اسوي القرن مال اليونيكورن، راح احتاج الى ورق ابرو ذهبي، وراح احتاج الى ورقة A4 حتى اسوي القالب. راح ارسم بالورقة A4، راح ارسم مثلث بهالشكل على طول الورقة. وطبعا هو القرن مال اليونيكورن ما يجي عادل، فراح اسوي بيه تعرجات، وعادي ابقي حاولي مره مرتين ثلاثه لحد ما تضبطين التعرجات. يعني هسه انا ما مقتنعه بيهن، فراح اسويهن اكبر. بنات هسه كملت القالب مال اليونيكورن، بس حسيته انه صغير ففتحته من النص بهالطريقه ورسمت على الابرو. هسه راح اقص الورق الابرو. طبعا بنات ورق الابرو هو نفس ورق الفوم، بس احنا بالعراق نسميه ابرو، يعني العرب يسموه فوم والاجانب نفس الشيء يسموه فوم. بنات هسه راح ارسم الورق مال الورد، راح اخذ هذا القالب نفسه مالت الاذن وراح اسويه على شكل ورقات. طبعا اطويها للورقة بالنص وارسم بيه على شكل ورقات، انتو جد تردون ورقات. طبعا هسه قصيته بالمقص ورسمت على الورق الاخضر، طبعا الورق الاخضر 4 ورقات، هن ورقتين بس اني طبقتهن فراح يصيرن 4. وهسه راح اسوي الرموش مال اليونيكورن اللي هي اخر شيء. راح ناخذ ورقه ونطويها بهالشكل وراح نرسم. بنات يعني هاي الرموش انتو حاولوا ترسموها شلون انا رسمتها نفس الشيء هيجي الى انا ضبطوها، وبعدين راح نجي نرسم الرمش. هذا رمش وهذا الرمش الثاني راح ارسمه، هي 4 رموش بكل عين، يعني هو القالب مال اليونيكورن هيجي. وهسه هاي سويتها قصيتها يعني، وهسه راح رسمتها على الفوم مثل ما تشوفون وراح اقصها. طبعا هذا المفروض اسود بس هو مو اسود، هو شوية رصاصي، فاذا عندكم فوم اسود يطلع احلى. هذا الشكل النهائي للرموش، وهسه راح اعلق الثيم وشوفوا. بنات هذا الشكل النهائي للثيم، طبعا لزقته بشريط لاصق ابو الوجهين، اكو بالسوق ينباع شريط لاصق ابو الوجهين، هو يلزقون بي هاي الثيمات. ان شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو، واذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا الجرس وانطوا لايك للفيديو. اشوفكم بفيديو جديد ومع الف سلامة.